السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي متجر ليلى. الفيديو ديال اليوم استثنائي شويه، علاش؟ كاملين تفرجتوا في لا فيديو ديال با محمد، تاجر البسيط اللي كيدير فطور ديال الصباح. وشكرا اولا على جميع الصفحات اللي عاونونا في البارطاج ديال لا فيديو باش يوصل، من بينهم مراكش سيتي وشويطر الان ومجموعه من الصفحات. الا نسيتي حاجه اسمحوا لي. من بعد ما تنشر لا فيديو، الحمد لله شافوه الناس وتعاطفوا معاه، وبا محمد تلقى واحد الاتصال من واحد المحسن اللي اتصل به البارح، قال ليه بلي راه غيتكلف ليه بجميع مصاريف العمليه. كان ديزي واحد جارو طلبوا با محمد، قال ليه عافاك ضروري خصك توصل هذا الميساج للناس اللي صوروا معايا باش يعرفوا بلي راه اتصل بيا السيد وبغى يعاونني. دابا ان شاء الله غادي نتصلوا با محمد، دار معاه على اساس اليوم باش يجي عند الطبيب ويدوز لي جميع الفحوصات. دابا غنتصل با محمد قدامكم ان شاء الله وغتسمعوا كيف داز النهار ديالو مع التحاليل، وامتى ان شاء الله غتكون عنده العمليه. يلا بقاو معايا. الو الو الو، السلام عليكم. اهلا بخير با محمد، كي داير؟ لاباس؟ الحمد لله. ياك عرفتيني؟ زولك بلا معادله دوري ليا. اياه، كيف بقيتي شويه؟ الحمد لله مستريح. الحمد لله با محمد. واش ديك الهضره صحيحه؟ نيت السيد نيت بغا يدير لك العمليه؟ ايه، اتصل بيا واحد السيد وزكا معايا فين كنعرفتو، حتى شفتو قلت هكا وتيشير ليا. اياه شي شخصية مهمة. ياك، ايوا الحمد لله. ايه، مش مشي معايا. الدكتور نور. ايه. هكا وشوف وشي حتى جا عنده كانت عنده عملية في السبيطار. ايه. حيت جا قال لها شي، قال لي واخا كذا وتدوز ليا كيفاش جايب لك السكر، قلت لك انت شحال عطيني ما كانش ما والو. دار لك التحاليل المسائل كلشي. ايه كلشي. ايوا الحمد لله. كمان نهار الاربعاء الجايه. نهار الاربعاء العمليه. ايه ما شاء الله غادي يفوق وداك الشيء بخير وعلى خير. هاد الاربعاء هادي ياك با محمد؟ ايه الاربعاء اللي جاي ان شاء الله. ايوا الحمد لله. هو شاف لا فيديو ديالي ياك؟ ايه اللي درنا معاك. تاثر فيه بزاف. ايوا الحمد لله. انا شفتو وتاثرت انا. ايوا الحمد لله. صحيح باش تشوفو صحيح. ايوا لا اله الا الله، الحمد لله. با محمد اشنو قلت لك؟ با محمد قلت لك غدرني خاطري الا صورت معاك، ودرنا هذا النداء وتا واحد ما استجاب، تا واحد ما عاونك. ايوا الحمد لله ربي كبير. ايوا سميتو وشري لي الدواء باش ناكل قبل العمليه. ايوا شتي الحمد لله. غدا في الليل قال لي زيد على الصبح في الليل. اييه. جوج الصباح وفوق واحد القرعه فيها اربعه اللي فيها. اييه. ايه وفي عند اخر بعد الصداع ديال العمليه باش يدوز بخير وعلى خير. ايوا الحمد لله. اش من كنيني فاش غتفتحها با محمد؟ كيتبين لك فريق خلص داكشي. ايوا شتي الحمد لله، كاينين المحسنين، باقي المحسنين الحمد لله في البلاد. قال لي اخي، قال لك تي تريبورت باش تاعي غيتملتك مع الخياطه. قلت له تي تريبورت ما غاديش تحطوش انايا، وغادي نتو غادي نشوف يجي السونتر قديم ان شاء الله. ايوا يكون خير با محمد من بعد ان شاء الله. شتي منين جا الفتيح؟ ما تعرف ربي مازالش مكتب لك من هنا لقدام. الحمد لله شي لعط الله وهذا. والله الا فرحت لك با محمد بزاف. الله يسعيك الله يسعيك بخير. وبالنسبه للكلينيك، اش من كلينيك با محمد فاش غتفتح؟ هو اختي هو الدكتور نور هكا، هو ديال السمي ديال الكلينيك ديالو. الدكتور نور هذا الدكتور اللي بيفتح ليك، ولكن الاسم ديال الكلينيك لا ما عرفتيش. هاد المرضونوس ديال الدواء ما فيهش اختي السميه. هو قال لك ان شاء الله نهار تكون عندك العمليه غيجي يديك عاوتاني ولا شنو؟ كيفاش؟ هو نهار تكون عندك العمليه واش انت اللي غتمشي يعطيك لادريس فين غتفتح، او لا هو اللي غيجي يديك؟ عنده تما كلشي، هو عنده تما. لا واش هو اللي غادي يجي يديك من الدار عاوتاني؟ غادي نمشي عندو انا، انا غادي نمشي انايا. انت اللي غتمشي عندو؟ قال لي واش ممكن تجي؟ لا غادي نمشي عند بشكيته، غادي نحطها للكادين وغادي نخدم الغرض الله يجزيك بخير. سولتي فين غادي نقول لك اش درت، ما نكتبش عليه. ايوا الحمد لله. عرفتي علاش؟ تروشارجي باش تكون انت لطيف. هذاك الشيء اللي كاين. هذاك الشيء اللي كاين. تفتي عليه مسكينه عرفتي شحال ديال الصبائر. الله يكون في العون. ايوا الحمد لله با محمد. ايه باش يكون شويه انت مقبول.
ماشي ياك. وقال لي الغدا ما فيش، لا الغدا ما غادي نتغداش انا، ما غادي ناكلش دروك. مش هذيك التعيا، الله يجزيه بخير، الله يجزيكم بخير جميعا. امين يا ربي، امين يا ربي، ان شاء الله جنازه في الفردوس ان شاء الله. امين يا ربي، الحمد لله. با محمد حتى انت قلبك طيب، داك الشيء باش كوني على لكن ان شاء الله ماشي قلت لك انا كوني على الحمد لله ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى وبيفتح لك الابواب كلهم ان شاء الله با محمد ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله. اذا كان شي جديد ايه، راه البارح اتصل بينا داك السيد اللي كان معنا فاش كنا كنصورو، اللي كان واقف حدانا، هو اللي قلتي لي باش يتصل بينا باش يخبرنا باللي راه زعما جا عند اتصل بك السيد ووعدك باش يفتح ليك وهذا. وانا خليت عاد، وانا كنت بغيت نتصل بك البارح، قلت خلي حتى نشوف ياك ما زعما كاين اتصل بك شي واحد غير هكاك. الناس يسقش من الفيديو ايه، ما كنعرفوش يدخلوا ليه، ما كنعرفوش يدخلوا ليه. قول لي اخواتي انا ما كنعرف داك شي والله، ما كنعرف اخويا بالله هاد الناس يسخروا ليا الله جا عندي انا الفيديو باش يدخل التليفون ما عرفت اخويا كيفاش. ايوا الحمد لله. با محمد ان شاء الله نهار الاربعاء معاش غتفتح. ايوا ما قال لي الجوج ولكن 11، انا 11 غادي نمشي. قالوا لك غتفتح مع الجوج؟ ايه ان شاء الله. ايوا ان شاء الله غادي نجيو عندك نهار الاربعاء، غادي نتواصل معاك الثلاث باش تكون متاكد، باش المهم انت تقول لي اش من كلينيك فاش غتفتح صافي، باش ان شاء الله نهار الاربعاء نجيو عندك. الله يكتب لك امل. امين يا ربي، الله يكتب لك امل، والله يجازي بخير هذاك السيد حتى هو الا كيشوف فينا من هذا المنبر كنشكروك بزاف. ما كان جاي من التي ولا هو ولا من هذا. نعم تدعوكم دائما، تدعوكم ديما. امين يا ربي، الله يختك ابا محمد. امين يا ربي ويرحم والدين. امين يا ربي، يلا الله يسر ابا محمد على سلامتك. شكرا اختي، شكرا. الله يدوز كل شيء بخير وعلى خير، الله ييسر لك في العمليه ان شاء الله. يا الله، الله يعاونك ابا محمد، الله يسر. وعليكم السلام، الله يعاونك. كما كتشوفوا كان هذا هو الاتصال ديالنا ببا محمد، الحمد لله تاكدنا من صحه الخبر. كنشكركم بزاف، هذا الشيء علاش كنقول لكم بارطاجيو لا فيديو، بارطاجيو لا فيديو باش لما شتيش، باش لا شتيه انت وما قدرتيش تعاونو يقدر يشوف واحد اخر ويقدر يعاونو. الحمد لله باقي الخير لقدام، وباقي المحسنين، وباقي الناس اللي كيبغيو يديروا الخير. انا ان شاء الله نختموا الحلقه ديالنا ان شاء الله، نتلاقاو في فيديو جديد مع حلقه جديده، والسلام عليكم.